أهلا مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. هذا هو المحل، هذا هو المقطع الطرقي اللي كيوقع فيه الكريساج، هذا واحد آخر غادي نوريكم بعد قليل. هنا تحت هاد القنطرة أو على اليمين ديالها كيكونوا أشخاص في حالة تشرد كيتربصوا، الاشخاص اللي كيدوزو على عشيهم بحال هاد الناس هادو دايزين على عشيهم هادو، جاب الله غاديين ثلاثة، كان واحد كان غادي يتعرض، يقدر يتعرض لاعتراض السبيل. وكاين مكان اخر غادي نوريكم، هانتوما غادي تشوفو مشاهدينا الكرام، غدو مشاهدينا الكرام من هاد الاماكن اللي كتعتبر نقط سوداء في مدينة الدار البيضاء، كتعتبر نقط سوداء حتى بالنسبة للمصالح الامنية، يعني المصالح الامنية كيديرو عليها دوريات مكتفة بزاف. علاش؟ باش ميوقعوش فيها السرقات، ولكن كيف كنقولو بالدارجة الشفا هو كيحضيك انت مكتحضيش، كيوقعو سرقات عدد من المرات. إذن حنا غادي نحاولو نوصلكم لمكان لآخر، يعني عدة نقاط. مشاهدينا الكرام من النقطة السوداء الثانية، نتمنى بأن المشاهدين الكرام اللي كيتابعونا في هذا المباشر يقولوا لنا من أي مدينة أو من أي دولة كتابعوا هذا المباشر ديال قناة الشعب، قناة شوف تيفي. إذن هذه هي النقطة السوداء مشاهدينا الكرام، هانتوما كتشوفوا هاد البلاصة تحت هاد القنطرة، ردوا بالكم كيكونوا مجموعة الأشخاص اللي كيتربصوا بالمارة، سواء بالدراجات النارية ديالهم أو على الأرجل، كيتربصوا أشخاص كيقوموا بالسرقة ديالهم، كينقزوا من هاد الأماكن المجاورة. إذن ردوا البال هنا تحت هاد القنطرة، إذا كنتي داز على عشريك رد البال لراسك، ومشير على اليمين على اليمين وعلى اليسار. إذا نحاول نوصلكم مشاهدينا الكرام كل تفاصيل ما يقع بمدينة الدار البيضاء ليلا. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مبشرين آخر.